السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا يا جماعة برمهات مبهدلنا على الاخر. الجو بصراحة تراب وعفرة جامدة على السطح. كنت فاتحة على الطيور، قلت اطلع بسرعة اقفل عليهم عشان الجو صعب، بالذات الرومي ده بيتلكك يعني. تعالوا بس ايه، ناكل البط اللي بره وبعدين نروح داخلين حاطين الكيس اللي بنحطه ناكل الرومي. بسم الله الرحمن الرحيم. اكل البط ده الاول حرام عشان ما افطرش دلوقتي، يبقى لسه تعيش على شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. طبعا يعني ما بياكلوش دول طول الليل وبيظلموا مع الفراخ، ما بيعرفوش ياكلوا معايا، فبحط لهم وحدهم ياكلوا. دول بصراحه اي حاجه بحطها لهم بياكلوها، يعني ما بيتلككوش على حاجه، يعني ما شاء الله بياكلوا. اللهم صل على النبي. بس انا سايباهم والله، صعبانين عليا، سايباهم في البرد ده. بس للاسف ما فيش مكلب، حطيتهم مع الرومي ومع الفراخ البلدي، الديك الرومي بيموتهم، ومع الرومي الابيض مش هينفع، هم هيعضوا البط الصغير وهيعضوا الرومي الابيض، فالبط ما بيبردش. وبعدين الجو بقى حلو عن الاول ما شاء الله يعني. خش برضه نطمن على الحمام بتاعنا، نطمن على الفراخ برضه. الفراخ حبستها وحطيت لها اكلها جوه، بس كان في روميه بالبيض، معرفش برضه ولا لا، لسه مفيش حاجه برضه. طب بسم الله، حطينا لهم الميه اهي، الميه بتاعتهم عكروها حتى. اللهم صل على النبي. الفرخه دخلت البيضه اهيت، والروميه كانت داخله في الفرخه تقريبا بايضه، لسه ما بيضش تقريبا، لسه ايه هيبداوا ايه بيضهم اهي. بصوا دي عايزه تنزل معاها في القفص، ولو حطيت لهم حاجتين ما بيتفقوش برضه، بيروحوا يجمعوا في نفس القفص وبيبيضوا برضه. فانا ايه هلف لفه كده عند الطيور وارجع لهم تاني يكونوا ايه باضوا. بصوا دول بقى اللي بيملكوا العلى فوق خالص، دول ربنا يستر من العيش دي ما تقعش من الهوا يا جماعه. بصوا هنا فتحت ازاي اهي، ربنا يستر ربنا يستر. نروح نبص على ال، مش عارفه مش شايفه، الروميه كانت قبلها في القفص، مش عارفه باضت ولا لا، وهي رقدت عليها عايزه تبيض. هم كلهم بصراحه ما شاء الله ايه، ممكن يكونوا هيبردوا بقى، بس ايه هنرجع لهم تاني. نخش نطمن على الحمام بتاعنا وناكله بس الاول. عايزه اقول لكم مش عارفه اعمل حاجه خالص من الهوا على السطح. دول حاطط لهم الاكل اهوت، بس هجيب لهم الطبقه اللي اكلهم فيه عشان ممكن يدلقوهم من السطح. حبايبي حبايبي واقفين لي كده حبايبي، معلش انا جيت لكم. طبعا لازم نخبط كده عشان الحمام على ده ورا الباب عشان ما نكسرش البيت بتاعنا النهارده ما شاء الله. هنخش نطمن بقى على ايه، على البطايه اللي هي راقده، ونشوف عملت ايه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بس ياكلوا، نجيب لهم الطاجن عشان كده احنا بنحطهم في الارض بقالنا كام يوم. بص دي بقى ما شاء الله عملت عليها عش، عملت عش فين بقى نفسها اهي. بصوا انا جبت لها الطوب عشان احوط لها، هي سابت الطوب وراحت برده ايه بعدها عنه، بس انا هقرب لها برده الطوب شويه عشان تخش على البيض على طول، والبيض يبقى فيه حاجات محوطاه من كل ناحيه زي دي كده ما شاء الله. تعالوا بس الاول نطمن. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. نشوف الطاجن اللي هناكلهم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده حاطه له علب بياض على اللي هو دي اللي هي الذره الصحيحه. الحمام عندي بيحب الذره الصحيحه عن الذره اللي هي المكسره. بص كل يعني كل نوعيه حمام سبحان الله، في يعني في حمام بيحبش الناعم اللي هو الذره المدشوشه، لكن ده ما شاء الله اللي بيحب اللي هي ايه، بنعمله الطاجن كده عشان يشبع، بيحب الذره اللي هي الحبايه الصحيحه. وتعالوا نحط للبطايه بالمره. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. غير بقى انت نروح نشوف البطة ونطمن عليها. البطة ما شاء الله خلاص كده فاضل لها يعني، قولوا مثلا النهارده كان في الشهر الفيديو ده يا جماعة يوم 17، يوم 18 في الشهر، يبقى هي قدامها كده لحد يوم 28، قدامها 10 ايام بالظبط، 10 ايام ان شاء الله وتطلع بامر الله. عايزه اقومها واشوف البيض اللي تحتها اخباره ايه، عشان لو في بيضه بايظه نشيلها،
بس تعالوا ايه نشيلها الاول كده وربنا يهديها. طبعا الحمام بيفطر اهو، ودي هنفطرها لما نشيل القفص بتاعها. الهواء قالب الدنيا بره يا جماعه، بصوا الهواء عمال يحدف في حاجات. ربنا يستر، ربنا يستر، عشان بخاف على البرجله دي لا تقع. اللهم صل على النبي تبارك الله. تعالوا نضيق للحمامه ايه المكان شويه. بصوا انا يعني بضيق لها المكان. انتوا مستخبيين ليه كده يا كتاكيت؟ دول الزغاليل يا جماعه، بصوا هما يدبحوا دلوقتي، يدبحوا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. بضيق لها المكان من غير ما تاخد بالها. ازاي بقى؟ كل يوم اروح ايه مقربه الطوبه شويه. ليه؟ عشان ما تستغربش. اه بصوا بقى، بصوا انا امبارح حاطط لها الطوب، النهارده بضيق لها المكان شويه. هشوف لو ما رقدتش برده عليه، بس ان شاء الله هترقد بامر الله، عشان هي اللي حوطت الوش ده لنفسها. بس برده هفسح شويه الطوب عشان ما تاخدش بالها ان انا عملت حاجه في البيت. اه خلي لها المكان واسع زي ما كان، لحد بكره ما اطلع اروح مضيقه نفسي الايه المكان تاني عليها لحد ما تكن بس وترقد. هي ما شاء الله البيت سخن مولع اهو، راقده يعني معناها ان هي رقدت، فاضت ورقدت. وانتوا يا حلوين دول بداوا ايه امهاتهم لسه بتاكلهم لحد دلوقتي. بس على فكره اللي باضت دي امهم يعني معناها ممكن يكون الاب بياكلهم شويه، وممكن ما يكونش بياكلهم كمان، ممكن بدا يكونوا بداوا يلقطوا. هتقولي لي اذبحي بقى، بس انا ايه عايزه اخلي دول، اخلي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين قلبان مخليني مش عارفه اتكلم ولا عارفه اعمل حاجه، ما بيطيروا فوق راسي وحواليا. ودي اللهم صل على النبي اهي كلت وجت رقبتي كمان اهي، ما شاء الله تبارك الله. ادعوا لنا بالبركه بالله عليكم يا جماعه، ادعوا لنا بالبركه عشان بيبيض عندي الحمام كتير. وبص الاقيه، بصوا ما فيش انتاج، يعني يا البودي يبوظ يا اما يتكسر يا اما يحصل حاجه. فادعوا لنا بالله عليكم بالبركه. اهدوا شوي، اهدوا بس ايه اطمن على البطه اشوفها عملت ايه، وهطلع لكم الاوضه خالص. هم بيتضايقوا عشان انا ايه رايحه جايه حواليهم، بيخافوا على الاكل وبيخافوا على البيض وبيخافوا على كذا حاجه. تعالوا نقوم البطه يا جماعه تاكل ونشوف البيض نطمن عليه، عشان انا كل فتره كده بشوف البيض لو في حاجه باظت بشيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي مبهدل الدنيا كده الحمام عندها، البطه حرام بتطلع تعمل حمام بره بعيد خالص، لكن هم بيخشوا يعملوا حمام عندها وبيبهدلوا الدنيا. هنا شويه اكل الاول، طبعا ما بحطلهاش ميه بقى. ليه؟ عشان تطلع تاكل وتشرب بره. بحطلهاش ميه هنا، الميه بس الاكل بحطه، لكن لو حطيت لها الاكل بره مع الحمام بياكلوه. الميه بس اللي بحطها بره. اه حطيت لها شويه ذرة على شويه برده علف بياض اهو، عشان تقوم تشد حيلها وتبيض على طول هي كمان. وربنا ايه يصلح حال الجميع يا رب. تعالوا بقى نقومها مع بعض، بس ربنا يهديها وترضى تقوم. طبعا ايه بصوا يعني ده خالص ما بتقومش بسهوله، بس هقومها ان شاء الله. بسم الله كده فرست البيض اللي تحتها يا جماعه، طلع بس اتنين اهم، خدتهم معايا في الكيس بتاع الاكل اهم. طلعت واحده يا رب، واحده شاكه فيها بس سبتها تحتها احتياطي، ما رضيتش اشيلها، قلت اما اشوف يمكن تكمل ايه ربنا يكملها على خير كده. اللهم صل على النبي. فيهم كام واحده قربوا اللي هم هيخرجوا يوم 10، وفيهم كام واحده لسه هيقعدوا اليوم 6 في الشهر. فيهم اللي هيخرجوا يوم 28، وفيهم اللي هيقعدوا اليوم 6 في الشهر لسه، بس ربنا يكملهم على خير، عشان بيض الرومي مش ناجح معايا خالص. بس ايه احنا برضو ايه معاها للاخر، هي كتر خيرها، هي بطايه واحده اللي انا بحط تحتها. إيه حد كان قال لي اعملي فقاسه بلمضه بكرتونه، مش عارفه اعملها بصراحه، يعني خايفه اعملها والبيض يبوظ، ما عملتهاش قبل كده. الحاجه اللي ما جربتهاش ما بحبش ايه اعملها عشان الحاجه ما تبص عندي. هندخلها بقى ترقد عشان الجو برد النهارده، تدف البيت. تعالي يلا ادخلي. طبعا هي ما بتطمنش لما بقفل لها المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا اسف التليفون بس ايه مال من ايدي وانا بصور، معلش كده ايه. هي رقبتي يا جماعه اهي،
ربنا يهديها. انا مش عايزه ازود لها بيت تاني عشان كده كفايه عليها بقى، كفايه عليها كده. يلا لو لنا رزق يطلع لنا نومه السنه دي، يطلع لنا مالناش رزق خلاص الحمد لله. حبايب قلبي بالله عليكم تنسوا الدعاء لاخواتنا الفلسطينيين والصلاه على النبي واللايك حبايبي بالله عليكم.